في هذه الحصة سوف نقوم بحل بطاقة المراجعة الأسبوعية الأولى للفصل الثاني. اقرأ النص يا آلاء. صاحبنا تاجر عرف بأماناتك، فقد كان متقيا لله في جميع تحولاته، ويدعو الخوف من عذاب الله وعقابه صوب عينيه. في إحدى الرحلات التجارية التي كان يقوم بها هذا التاجر الأمين، أخذ يفكر في استقرار داخل بلدته ليرتاح من عناء السفر ومشقته. فصحته بدأت بالتدهور والتراجع إلى الخلف بشكل أسري. فآن له فآن له أن يرتاح من عناء السفر بعد أن قام بجمع مبلغ يعيش به مسؤولا. ذهب التاجر إلى رجل يود بيع نفسه، فهو يبحث عن بيت يكفي به نفسه وعائلته ليكون مناسبا وقام بشرائه. دارت الأيام ومرت، التاجر يعيش فرحا في داره الجديدة الجميلة. على مهلنا خطرت على باله فكرة، وهو ينظر إلى إحدى جدران المنزل، فقال في نفسه: لقمت بهدم هذا الحائط لحصلت على منزل أجمل ومساحة أكبر واسع. وبالفعل قام التاجر يمسك بالفأس وأخذ يهدم الجدار يهدم الجدار لكنه فجأة رأى شيئا عجيبا، فقد أثرت تحته على شجرة مليئة بالمجوهرات والذهب. صاح التاجر: يا إلهي، كنز عظيم مدفون تحت الحائط، لابد لي أن أعيده إلى صاحبه، فهو له أولى مني به. ليس لي حق في هذا الذهب. فإذا قمت بأخذه سيكون مالي حرام، فالمال الحرام يدور ولا يذهب ولا يدور. جيد، دانا. حمل التاجر الأمين الجرة ذاهبا بها إلى الرجل الذي باعه منزله، وضعها بين يديه قائلا له أنه قد عثر عليها أثناء قيامه بهدم أحد الجدران. وقال الرجل: هذا ليست ملكا لي، بل إنها قد أصبحت ملكا لك أنت، فالمنزل منزلك الآن، وأنا قد بعتك الدار وما فيها. جيد، حسن. رفض كلاهما الرجلان التاجر وقررا أن يذهبا إلى القاضي المدينة. يتحكما. فقال لهما القاضي: ما رأيت في حياتي رجلين أمينين مثليكما تتنازعان في رفض الكنز بدلا من نزاع في من يأخذه. جيد، محمد. سأل القاضي الرجلين إن كان لديهما ابناء، فأجاب التاجر الأمين بأن له بنتا واحدة. أما الرجل الآخر فقد قال له أن لديه فقال القاضي: فليتزوج ابنك بنتا ويصرف هذا الذهب إليهما. فاستحسن الرجلان رأي القاضي، ووجدا أن فيه صوابا ووافقا على الزواج، وعاشا سعيدين مرتاحا. جيد، ابدأي أنا. ماذا فعل التاجر عندما وجد الجنة؟ لماذا برأيك؟ عندما وجد التاجر الجنة ذهب بها إلى الرجل الذي باعه منزله، قريا له محل. وقد قام التاجر بهذا التصرف لأنه أمين يخاف من عذاب الله وعقابه صوب عينيه، وهو بالتالي لا يريد أن يكون بشكل حقيقي. جيد، اقرأي يا دانا. أن وجد تاجر الجرة ذهب بها إلى الرجل الذي باعه البيت، ظنا منه أنه الحق وليس له الحق في أخذها. تصرفه هذا يدل على حسن أخلاقه وأماناته، فهو إنسان يتحلى بأخلاق حسنة لن تسمح له بأخذ شيء قد يغضب الله تعالى. جيد، علي. لو كنت مكان التاجر فكنت أخذت هذه الجمرة وأجعت على صاحبها كما فعل هذا التاجر الأمين.
لأن هذه الجارة هي ليست من قومي، وهي وإذا أخذتها ستكون المادة لديها حرام. جيد، حسن. لو كنت مكان التاجر لكنت أفعل مثله، لأنه لأن المال حرام، المال ليس من حقي بل من حق الرجل، ولو أخذته سيصبح مال حرام. جيد. التاجر أعاد الجارة التي وجدها عند صاحب الذي اشترى منه، فله أن يردها. فلو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه، لأنني لا أحب أن آخذ شيئا ليس. جيد. طيب ألا الوضع الأولي، تاجر المين أراد أن يرتاح من عناء السفر والعمل بعد أن أصبح مسنا، فابتاع بيتا في بلده ليكمل حياته فيه. الحدث المبدل إزالة حائط من البيت للحصول على مكان أوسع وأجمل. العقد وجود كان دفين تحت الحائط. شكرا. الأحداث رفض الكنز أخذه لصاحب البيت. أخذه لصاحب البيت الأول. رفض صاحب البيت الأول الجرة. رفض صاحب البيت الأول الجرة الذهاب إلى القاضي. الحال زواج بنت التاجر بإذن صاحب البيت. والوضع النهائي، عيش الجميع بفرح وسعادة. بفرح وسعادة. دانا، سؤال رقم 4. استخرج الفكرة الرئيسية للفكرة الأخيرة من النص. الفكرة الرئيسية للفكرة الأخيرة من النص هي اقتراح القاضي زواج أبناء الرجلين من بعضهما وصرف المال والذهب إليهما وعيش حياة سعيدة. حسن. اقتراح القاضي بتزويج ابنة التاجر من ابن الرجل وصرف الذهب إليهما وموافقة الاثنين على ذلك وعيش الجميع بسعادة. جيد، أحسنت. محمد، سؤال رقم 5. ما هو نوع النص وإلى أي نمط ينتمي؟ اذكر اثنين من المؤشرات. مؤشراتي هي ما انشرها. جيد، ما نوع النص؟ ينتمي هذا النص إلى أولا ما هو نوع النص؟ قصة. أحسن. إلى أي نمط ينتمي؟ سردي. إلى النمط السردي. والمؤشرات كثرة الأفعال الماضية، شواهد أخذ، وكثرة الجمل الفعلية، شواهد قام التاجر بمسك الفأس. جيد. ألا نوع النص قصة حقيقية تدور أحداثها حول تاجر أمين اشترى بيتا ووجد كنزا تحت الحائط فأعاده لصاحبه. جيد، إلى أي نمط ينتمي النص؟ ينتمي النص إلى نمط السردي، فهو يسرد لنا ما حصل بين التاجر وصاحب البيت. اذكر اثنين من مؤشراته. ومن أبرز مؤشراته الأفعال الماضية سأل، الشخصيات التاجر صاحب البيت والقاضي. علي، فكرة شخصية تاجر هذا هو في قصة غير أمين. ماذا؟ مبتدأ في الحياة. مبتدأ كيف؟
أنه رفض أن يأخذ جرة الذهب. هذه صفة؟ غيره؟ صاحب ضمير. صاحب ضمير، لماذا؟ لأنه رفض أن يأخذ جرة الذهب. جيد. قالوا لي لأنه اقترب من خوف من عذاب الله وعقابه صوب عينيه. ما هي الصفة؟ أنه يخاف. الذي يخاف من الله، ما هي الصفة التي نعطيه إياه؟ مؤمن. جيد، تفضلي أنا. تحدث الكاتب في نصه قصة عن الأمانة عن الرجل ورفضه لأخذ الجرة، وهو من الشخصيات الرئيسية، وقد بدأ لي من خلال هذه القصة أنه أمين، رفض لأنه رفض محاب مؤمن، رفض أخذ الجرة التي وجدها تحت الحائط. حمل التاجر الأمين الجرة ذاهبا بها إلى الرجل الذي باعه منزله ووضعها بين يديه. قمو لأنه راضي بقرار القاضي بكل محبة، فاستحسن الرجلان رأي القاضي ووجدا أن فيه الصواب. مؤمن يسعى إلى رضا الله فيترك ما نهاه عنه، وهو يحرم بأن أخذ ما ليس له سيذهب، فإذا قمت بأخذه سيكون مالا حرام، والمال الحرام يضر ولا ينفع ويذهب ولا يدور. جيد، حسن. فماذا العبارة من النص؟ بعد قراءتي القصة أحسنت. نسعى عن الأمانة والتمعن في خفاياه، وحدث أن الحديث الكثير تمعن في خفاياها. أجل، تعلمت منها أن لا أكون مطمعا بالمال ولا أخذ المال الحرام، وأن أكون مؤمنا بالله. جيد، أحسن. وأكون أمين ومحبوب لكي أنال الخير في الدنيا والآخرة. رائع. علي، الماذا في هذا النصيحة؟ أن لم أخذ أشياء ليس لنا، فعلينا إرجاعها لصاحبها. بعد قراءة وفهم القصة جيدا، وجدت أن هذه القصة مليئة بالعبر والمغزى أهمها. إذ كان شيئا ليس لنا فيجب علينا أن نعود إلى صاحبه، وأيضا الأشخاص المؤمنين الذين يخافون ربهم يساعدون كثيرا في حياتهم، وأن نكون دائما أمينين، وأن الله يرزق بغير حساب من يشاء من عباده. جيد، يخافون الله نقول. لا أفعل شيئا حرام 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 حرام. محمد، مغزى هذا النص أراد الكاتب أن يوصل لنا رسالته، أن يجب على الإنسان أن يكون أمينا وصاحب مسؤولية، فالشيء الذي ليس ملكا لنا ويجب أن نحافظ عليه، فالأمانة لا يجب أن نتصرف بها. جيد، تفضل. بعد قراءة للنص والتمعن في خفاياه، وجدت الكثير من العبر تغزوه، أبرزه أن يؤدي الإنسان الأمانة ولا يأخذ أي شيء ليس له، وأن الله تعالى يعوض دوما الإنسان الأمين بما هو خير له، اللجوء إلى من هو أعرف منا لحل مشاكله.